وسهلا أهلا وسهلا. ما فيني قلكم، ما فيني قلهم لا، مين ما طلب هيك طلب من الحق من القلب، طلبوا مني كتاب عن التأمل، لأنه قالوا لي بالإسلام ما في تأمل. قلت لهم معكم حق، أنا بس واحد بلش إنه هي الإسلام وهيدا مدري شو، كله منك صار في مسلمين بالأشرفية وخلص وبدري شوي. بسكت بسكت بنبسط لأنه أنا كنت مثلهم هرمان يعني. قلت لهم الحبيب قال تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. بعدنا أحكي هيك شيء القليل اللي بعرفه اللي اختبرته وبعيشه. صحيح. قلت لهم، قالوا لي فإذا شو رح تعملي؟ قلت لهم هلا معنا كتاب كل يلي بيبعتوا لي إياهم الصغار والكبار الشاطرين والطشين اللي مثلي وأكثر، تأمل ساعة. مريم نور، هاي سمكة وهو سمكة، بحب كتير الستيكرز وبيجيبوا لي ستيكرز من هون ومن هون وطرح ما بليه، خير من عبادة 70 عام. ما فيني إلكم بشكركم وهيك فايد يعني، شو عرفني كيف بدي يطلع، بس هالكتاب كلنا منغلط، شيفوا الغلطة واعتبروها الغلطة غطة. قالوا لي خي كيف طار العصفور عنده؟ بعلمه بعلمه يطير، أنا ما بيطير. قال له أنا قصيت الغصن اللي غاطت عليه. وهالقصص وهي القصة اللي راح أقراها أنا عشتها من عمر 14 سنة بلبس عوينين. ومطرح ما اروح بامريكا وبتعرفوا انه مع مين وهيك، قالوا لي اشتري هالعوانيت. بعدين في واحد قال لي ليكي هاي العوانيت منا موجوده بلبنان، اشتريها هون. طيب اشتريتها، جيت على لبنان اخذت وحده من هون ورحت عنده قلت له، قال لي هاي من لبنان؟ قلت له وين؟ قال لي احلى من اللي عندنا. فاذا مما يليكي اخذ، انا من لبنان من دوما بدوما، انت وين؟ من لبنان. حتى سابع جار كل شيء فيهم. بالاول كان في سيارات وطيارات، هلا الطياره على الهواء وعلى المي، هذه طياره كنا نروح ماشي بي ياخذونا من ضيعه لضيعه. فتحت امك مي تصفوا او عرق. فاذا ما في صح وغلط، اللي بيعرف يستعمل العرق واللي بيعمل هيك واللي بيعمل هيك. ما تاخذوا بيره مثلا بيقولوا لك ما فيها الكول، بحطوا دواء زياده فيها او سم زياده وسرطان زياده. انت شو بتحب؟ كول وشراب بس with awareness، بوعي يقيني يقيني. اهلا بقاتل يفزوا رب الكعبه، لبسوا ثيابي وطعموا طعامي، نقيني ورقيني للناقه. وستنا فاطمه حطت وصيتها احترام الميت دفنه يا أخوتي، مش بس بالدين، علميا. أنا بعتذر منك يا صباح، وبعتذر من سعيد عاد أستاذي، وبعتذر من كل هاللي عم بيموتوا بتعطوا شوارع باسمه. يعني حولته لشارع، شيلوا هالشارع بقى. الدفن بعد 10 دقايق أسرع شيء، حريق أو من التراب إلى التراب. أنا بحب من التراب إلى التراب، بس عندي وصية دغري هيك دغري بسرعة. احترام الميت دفنه. ليش أمه للمسيح بتركيا ميتة؟ هو ليه راح على الهند؟ وين ميت؟ هيدي أسرار محطوطة بالكتب، ما بقى فيك تو. ما قال له أنا بحب أفهم وبدي أعرف، بدي أعرف كل شيء، وأنا مثله هيك محشرية. من شي سنتين كنت بنزارقة بيت لأوشو هونيك، ما أدري كيف انكسرت العوينات عندي، دايما باخذ معي اثنين بركي انكسرت وحده. كنت صايمه لا على المي ولا شيء ابدا. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اجى واحد قال لي روحي مطرح ما اشتريتي العوينات، ناطرتك عوينات. لبستها كم مره شفتوها. جيت لهون طلع فيي قال لي لحيهم العوينات لالي. هو ابنه. هالمطرح العوينات اوبتيك ايفيزيون. جيت لعنده ما بتذكر من كم سنه،
قال لي خدي اللي بدك تاخديه، انا ماني مطول لحق مرتي. هي خلاص شفتها وقت الاثنين بيحبوا بعضهم حقيقه، مش جسد مع جسد، ساجد مع ساجده، روح من روح، اله من اله، الى حق من الى حق، مولود غير مخلوق يساوي الاب في الجوهر. روح انجيل توما لوقا، في كتير عهد القديم، رؤيا يوحنا، شوف شو عم بيصير، كل اللي عم بيصير هلا هيدي القيامه بهالكره الارضيه. وين راحت البرمودا والاطلنطس؟ شو يعني قصه روميو وجولييت، كليلة وادبنا وهيك؟ رح اقراها. احدث نسخه من روميو وجولييت اسمهم دون وماكسين، عاشوا سوا 62 عام، رفض يموت الا لازم يكون ايده في ايده. رحلت زوجي ولحق الزوج بعد 4 ساعات، نعم 4 ساعات، امتدادا من هالعشق اللي عندهم اثنيناتهم، عشق وهوى. يا حبيب قلبي. وفي دراما اشبه كلهم هاي اللي صاروا، كل المدن وين ما رحتوا بتشوفوا اثنين بحبوا بعضهم كثير بتزوجوا. هيدا الزواج ما تقري الفاتحة إذا كنت صادقة، زواج نور من نور، إله من إله، في السراء والضراء بعيشوا حياة سعيدة، وبيموتوا اثنين مع بعضهم، بيلحقوا بعضهم وبيلاقوا إنه راحوا على البيت يلي منه أجوا وبيرجعوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. حفيدتهم قالت تركناهم سوا، وكان سريرهم تختهم اثنيناتهم جنب إلى جنب. فقت ستة مسكها بإيدها وعرفوا إنه اثنيناتهم لحقين بعض. لفظت أنفاسها الأخيرة ماسكة إيده، وهو شاف الجتة ورجع توقف عن التنفس، شالوا جتتها، راح معها، توفوا مع بعضهم بفرق 4 ساعات. إنها قصة حب حقيقية. ما بقى في حب، صار في مصلحة، جسد مع جسد، درهم ودولار ودينار، منعطي البترول، منعطي الرسول ياخده. مشان هيك بدنا بيت، ما عرفنا نعيش، نعرف نرحب إنا لله على البيت. الصغار كلهم تيتا I'm going home، don't let my mom see me. مشان هيك بكل الكتب بالإنجليزي وبالعربي حطيت رؤية هالطفل 7-8 سنين. If your vision، إذا الرؤية عندك for 1 year زرع شعير، إذا الرؤية عندك for 10 years زرع شجر، إذا الرؤية عندك for lifetime للأبد تزرع بشر. هالبشر تنزرع نور. بدنا بيت، ما عرفنا نعيش، نعرف نموت. دخيلكم كل المؤسسات الإنسانية سامحوني، ما في إنسان، أنا عم فتش عن إنسان. ما حدا مثل مريم عمل ابدا. ميتشو قال لي بالعالم ما حدا مثلك، لا بأمة العرب ما حدا مثل مريم. بالمليارات وبالملايين. خبزنا كفات يومنا، بحبها كثير، لا تملكوا حتى تنفقوا. ما فيني لكم تجوا بتعيشوا معي وبتشوفوا، إذا اجت فكرة على راسي ما فيني اكتب. هلا عم بتجيني رجفة، رح بلش اتعلموا واحكي حكي بالصوت، اسمعوني وسامحوني، تقروا خط ايدي، لانه اوقات كن عم برجف بعمل غلطه، كفيه الغلطه بتصير صح. وهيك بوقف الرجفه، ما فيني لكم شو بتشوفوا، روحوا ابعد. ربك فكبر، ربك فكبر يا اخوتي، في جمال، في عالم غير هالعالم، في ناس ما فيني لكم شو جمالهم، ما فيني خبركم شي، منو بالكلام، منو بالكلام، ما في كلمات، في مقامات لأهل الكرامات. مشان هيك هلا عندي هيك طلب خاص كثير حلو من الله لله. بحب كلمة يا شافي، وأنا عشت معه، بمون عليك، رح خبر القصة. هي كانت بالكنيسة، وقفت وسبت كل هاللي عم بينحكى بهالكنيسة وهيك، وقامت فلي. في خوري شلح ولحقها، في رجال لحقها، في مرة هيك لحقتها،
غوري تاني شلحوا لحقها ما التفتت وراحت على مين بين امريكا وكندا. طبعا عم تفتش على هيك ناس. وهي بس تزرع ملفوفه تطلع هالقد. هوديك وقالت كل رؤساء العالم اعطوني اساميهم ثلاثه الرئيس والثاني والثالث كل السفرات وكل يوم على مدار ال 24 ساعه انا 8 ساعات انت 8 انت 8 بنصلي وبندعي للحاكم والثاني والثالث الحاكم والثاني والثالث. مات ابنه لحافظ الاسد اسمه باسل الاسد وهي مات ابنها اسمه بيزل بتحب الحبق انت وحب لي باسل وبيو بيروض الاسود ليون. وقت اللي جبنا صورته حطت صوره باسل وصوره ثانيه مثله ليش اثنين؟ قال هي ابني وهي ابني مثل بعضهم واثنينهم ماتوا بضربه بظهرهم هو مات بالحرب ابنه وهيك. مين من قريب من سوريا؟ بتاخذي سبع حبقات وبتروحي بتزرعيهم. وانا جيت على سوريا على لبنان ورحت على سوريا ما معي باسبور لا امريكاني ولا كندي ولا لبناني هيك انه فاتن. قال لي لا بنعرفك يعني شايفينك شوي بس انه رجعت اخذت باسبوري اللبناني وفت. منا صدفه يا اخوتي في شيء نو اكسيدنت باي اكسيدنت. بعدين اجى واحد قال لي انا ومرتي بنحبك كثير ومرتي من بعد بشار الاسد وبحبوك وراح رافقك. قلت له نعم. عملنا دوره وفي واحد قام سب ببشار الاسد. قلت له ولا عندكم حريه هي شوي ما اجى. قال لي ما بنقتله كرمالك وكرمال احترام هالحريه اللي عندك بس ممنوع نحن هيك مانا بامريكا ممنوع تسبي بالرئيس. اوكي برا بامريكا قال له نحن بنروح على البيت الابيض وبنسب بالرئيس وهيك. قال له نحن كمان بنروح على الكرملين وبنسب بوش وما بنخلي فيه كلمه. كل واحد عنده نكت مهضومه لإله ونحن كل واحد منا يشارك بالضحكه. ليف لاف لايف لافتر. حتى الضحكه يلي منها شلقه خصوصي طبعا الاولاد. اجى اول يوم من المدرسه قالت لامه كيف المدرسه؟ قال لها ما خلصت على بكره بدنا نروح. احنا بنحب المدرسه بس بنروح نلعب. مشان هيك جيت لهون واخذت هالعوينات وتذكرت انه هالرجال عنده كرامات قويه وقت الاثنين بحبوا بعضهم بالسراء والضراء. ايه بس صارت مصلحه ما بقى في محبه في الجيبه مين بيشتري بيت مين هيك اكثر. المتزوج يا ليت اني اعزب الاعزب متى اتزوج وارتاح. الغني ليتني لم اكن هكذا لاحس براحه بال الفقير. الفقير يا ريتني غني واعيش حياتي. الكبير ليش ليت الشباب يعود يوما. الشاب ليتني ارجع طفل وكل همي لعبتي. الطفل متى اكبر يا بابا. الحي يا ليتني اموت وافتك من هالدني. الميت يتمنى يرجع عشان يعوض ما فاته. عذرا ايها البشر متى ستشعرون بالقناعة؟ ما عندنا قناعة، عندنا قناع ماسك. القناعة كنز لا يفنى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أوقات أنا الصبح بقوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعدني مغمضة عيني عرفت إنه ماني ميتة وهيك. بس لو ما بتلفن لي عدنان أوقات مرة رحت ضيعت مدري وين رحت راح الشباب جابوني. بحس إنه بعدني هون بس بشد. خبرتكم مرة بأمريكا اجى واحد وات از جاد فور يو شيت وسكرت. اثنين اخوه من ام وبي واحد اسمه عمر واحد اسمه كارل بعدهم اثنينهم راحوا على كنيسة التوحيد دفع كل واحد 100 دولار من 30 40 سنة تيقولوا جاد از نوت ات جاد از نوت هي جاد از نوت شي جاد هي شيت. انسان قاعد في الانسان ما حدا بكرمك مثل الله خلاص هيك تكريم. قوام احترام الميت دفنه تالت يوم ما بتدعيه ابدا خلاص. يا حبيب قلبي هالخوري بمر شربل يا حبيب قلبي هالتلفزيون الك تعوا كلكم. وفي شيخ يمكن ما بعرف شو اسمه نسيت اسمه بجبال
لميس شيك لميس بيحبوا المسيحيه اكثر بيزوروا النصارى ما يزوروا وبمرشار المسيح الله شرب الله كونوا الله كونوا الوهيه خلص في توحيد البطرك عندنا يا حبيب قلبي قال نحن اثنين دينتين اسلام ومسيحيه لا يا تقبرني مش دينتين دين واحد التدين الالهي فينا بس كلنا اذا ما غلطنا ما بنكون احياء نتعلم من غلطه وغلطه ما رح تلاقوا طشي اكثر مني بخصوصي بها بس بنت صغيره علمتني قلت لها لأم عم تعلم قلت لها بركة خربط هيدا الكمبيوتر مدري ايش بيقولوا الانترنت قالت لي تيتا اشتري غيره سو الفكره بتجيني لو بالليل بروح لحدنا بالاشرفيه في مطرح ليل نهار فاتحين بروح بجيب اوراق وعندي ستيكرز وبقعد بقرا هيك وبرجع بتجي الفكره بدي احطها بقوم على الانترنت ما بعرف فرق بين الانترنت والكمبيوتر واللابتوب وما بتوب ما بعرف فيهم بس بدي اتعلم ان شاء الله هيدي ايدي قال ساعتها ما بتعودي تسعي حق التليفونين نعمل شيء للدوله الا خده ويكون عندنا كلنا بدها توقع كل التلفزيونات كل الدعايات يا اخوتي امي الحرام هلا واحد من الشباب قال لي معاشي بينصرف بيومين من زمان يبقى ضل معنا مصاري بالبيت وانا بعيش بجماعه بركه الله قبل ما ننام الساعه 6 من عشيه لا في ميل ولا في مي ولا في ملح قول يا عذرا يا عذرا ان شاء الله ما يتطلع فيي بس كون خايفه بيجي تك بتطلع فيي انه انت بدك تطبخي بس ما في شيء الفجر بقعد برا بلاقي كم يوم بركة الله ذا هوم يس 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 مثل ما طلبوا الشباب تجي الكميونه لانه بركة الله عنده هالكرامات ادعوني استجيب عنده الدعاء المستجيب فاذا كلنا هيك نشيل هالماسك ونحط القناعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما معي مصاري معي غير شيء مره بدي 200 دولار للكهربجي قلت له ايه جاي انت بشوف حدا من جيران بيعرفه وقفني واحد بالاشرفيه قال لي لك معي صدقه 200 حكيت انا وياه بعدين التفت حتى لي اشكره او اخذ ايميله هي بعيشه مع اصحاب الكرامات ما حدا غيري عملها ابدا بيت النور قدمته هدية لمؤسسة إنسانية ما في مؤسسات إنسانية هيدا المحل المستشفى للأولاد اللي عندهم سرطان إجي الطبيبة من عندهم ثلاث أولاد عندهم سرطان أولاد أو شوفي عندي بالبيت دغري بالأورجن بوكس وبالأكل ومدري شو حطيته بحضني قالوا لا إذا بتجيبي سيرة مريم نور ونشحطي رجعت مرضت بنتها قلت لها خلص الأرض بترحمك مرة الله بيرحمك عطول بس عم بتتاجروا مستشفى خاص للأطفال بالسرطان وتحطوا مصاري هون وهون كله ميل حرام بحرام غذاؤكم دواءكم ودواءكم غذاؤكم ترجعوا للأنبياء وتركوا الأغبياء طيب دكتورز لوك ات مايكروبايتكس كل الكتب على موقع بيت الله صدقة مش مجانا شيلوا الكلمة صدقة رأى رجل عجوزا المرأة عجوزة تحاول أن تحمل حزمة حطب فاتجه نحوها وقال أنا بحملها عنك دليني على دارك وكان الطريق طويل والرمال حارقة والشمس حامية والهواء لافح والحملة ثقيل والبيت بعيد فلما وصلا إلى المنزل قالت العجوز يا بني ليس لدي ما أكافئك به ولكني بدأت لك نصيحة إذا رجعت إلى قومك في مكة فهناك ساحر يدعي النبوءة يقال له محمد إذا رأيته لا تصدقه وإياك أن تتبعه فقال لماذا؟ فقالت يقال إنه سيء الخلق فقال حتى وإن كنت أنا محمد فقالت العجوز إن كنت أنت محمد فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله وهيك اليهودية بس فات لعندها حتى سم بالشم وأكل قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنت قال لها مش عارفة قالت له حتى السم بالشم قال لها مشان هيك ما تركت اخوتي ياكل كان عنده سر مش سحر ترانسميتيشن ترانسفيجريشن الوحيد سامحوني محمد اللي عندي اياه ما عم جيبها من العرب ميتشوكوشي قال ما حدا مثله خطبه الوداع ما حدا مثله فاذا كلنا نحاسب يا اخوتي بشخير الموت ليش هالامراض ليش اولادنا عم تخلق هيك؟ حفات عراة نتطاول بهالبنيان اكبر برج بقد يكون ولو لا تملكه حتى تنفقه واذا ما نفقته
وتنفقه أهل البيت مش أهل النفاق، أهل الوفاق الأقربون إلى الله. انتبهوا، وإذا ما انفقتوا تحاسب عليه. أنا إذا معي دولار منصوب، وإذا بشوف صرمي غير صرمتي ما بفوت. وإن شاء الله آخر خطوة بتكون عندي الخنشارة، بدي أعيش معه. هني اللي بيعلموني، رح تخلص البيت الخنشارة. كلمة خنشارة حلوة كتير، هي 32 ب 32. وهوني بقى نعمل خبز وبقى نهتم بالمشوهين. أول 7 سنين هوني اللي ما بيشوفون ما بيحب يشوفون ولا خلدون سنجاب. يا حبيب قلبي إنن، يا حبيب قلبي كل واحد منكم، من رئيسنا لرئيسكم للمطران للبطرك، كلكم شيلوا هالألقاب وروحوا شوفوه هلأ بعينيه. وحط لي تليفون، قال لي هي تليفون مرتي، ما في شيء بيتحرك فيه إلا عيني. يا حبيب قلبي ما تخافوا، يعني لكل داء دواء، وكل ما كانت المشكلة صعبة كل ما الله بيعطيك هيدا امتحان، امتحان. بس أنا ضعيفة مشان هيك بهرب، ما بصدق أنت بطلع من الاستوديو. كنت بالأول بس أطلع من هون، إذا جني بلا شوكولا ما بروح. لا بدي أكل سندويشة، لا أختي عندك إياها بالبيت، وعندك هلا أحلى شوكولا بالبيت وأحلى سندويشة بالبيت وخبز خميرة طبيعية، نبري مشي على البيت. ما بروح لا مطرح ولا مطعم ولا شيء ولا شيء، بس بروح على المول عندنا بالأبيسي وغيرون، بيبكي قلبي باللي بشوفه، خصوصي بالولاد. دخيلكم 12 و14 سنة عم نشغل ولادنا. انتبهوا، العجوز الشاعرة. يا حبيب قلبي يا عمر، يا أمير المؤمنين، يا الخلفاء. أنا مثلكم كنت مصدق إنه الخلفاء حقيقة، يعني كل واحد مسيح ألوهية. مسيح منه مسيحي، محمد مش محمد، بوذا مش بوذا، ألوهية الحية فينا. ما حدا بيكرمنا أكثر من كل كريم، أنت أكرم من كل كريم ورحم من كل رحيم. بدي أقرأ لو أنا عم بقرأ بالأرمني. العجوز الشاعرة، في كوخ صغير يقع أقصى المدينة، لاح ضوء مصباح يحاول اختراق الظلام في ضعف. اقترب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكوخ، فإذا بعجوز تجلس في ثوب أسود تائه في العتمة التي لم يستطع المصباح حتكها، تردد في من قلبه: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك المصطفون الأخيار، قد كنت قواما بك الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي بالدار. هجت هذه الكلمات الماضي كلها الهجة في فؤاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتذكر الأيام الخوالي فبكى وصحت دموعه هادرة، وقرع الباب عليها فقال: من هذا؟ قال وهو يغلبه البكاء: عمر بن الخطاب. قالت: ما لي ولعمر، وما يأتي بعمر هذه الساعة؟ قال: افتحي رحمك الله فلا بأس عليك. ففتحت له فدخل، فقال: رددي علي الكلمات التي قلتيها. فرددت عليه، فلما فرغت منها قال: أسألك أن تدخليني معكما. قالت: وعمر فاغفر له يا غفار. فرضى، رضي ورجع وتوجع وبكى، والدمع لا يزال يجري في قلوبنا. آخ شو هالتواضع اللي حطوه يا أمير المؤمنين، وقت اللي قال له: خذي مهرك ومالك ومجوهراتك وارجعي. قالت له: أنا جاي أعيش مع أهل البيت. لماذا هذا؟ قالوا له: هذا مسيحي. قال له: ما قلت لكم من؟ لماذا؟ أعطوه من أهل البيت. قالوا له: ما حدا بده، قلنا رحنا عند النصارى، رحنا الكفار، رحنا عند كلهم كلهم. قال لهم: فإذا اشتروا قمح، خلي النسور تاكل، أحلى ما يقولوا جاعوا بأيام المسلمين جاعت النسور. هذا الإسلام يا أخوتي. في ناس برا هيك، في قبائل، قبائل بدو، في قبيلة باليمن 60 حرف لغتهم، ما بيتعاطوا ابدا مع اهل اليمن اللي هلا بتشوفوهم. ولكن اذا بتشوفوهم بيجوا على حضرموت بصير تصرخ بحضرموت.
ما فيك ما تصرخ تقول الله 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 الله، وهون عنا بحاصبية بالربيع بتصير تصرخ الله 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 الله، قولك ما في نوع من الزهور، ما في شيء أبدا. ورح نعمل سر عملناه هون بهالتلفزيون هون محمد كيلها. الأولاد بتحب الريحة وقلت وأنا وكلنا وندخنا من هالأعشاب الحلوة كلها يلي بنعمل منها زهورات وهيك وهيك، ومنجيب ورق الشام ما في ألمنيوم، ما في سرطان بورق الشام ولا بالفلتر ولا بشي. انتبهوا دايما فتشوا على الحقيقة بتلاقوها بالبيت نعملها. قال في واحد عطل محرك سفينة عنده، جابوا واحد بدي 50,000 دولار ما صلح واحد ميت وين. بعدين واحد قال له بدي 1,000,000 دولار، قال لي خيعتوه ما زال ما عم تمشي السفينة. طلع هي معه هونيك المطرقة مشي، قال له ها هلا طرقت هالطرقة بدك 1,000,000، قال له لا الطرقة بدي دولار، فأعرف وين بدي أضرب ضربة المعلم. وهيدي حقيقة، ضربة المعلم على مين موجودة؟ ميتش بس يتطلع بحب عبد أيام يعني عبد الباسط بتعرفوا عبد الصمد بيقول لي دي الصورة، نحط صورة مريم صورة طارق أيها هو بيقولها، بحط إيده على المريض ديسبرس هل إيه؟ بيقول لي إيه بصح. وين في شيخ هيك دخيلكم؟ بيعرف كل واحد عنده فيرس آية بلغ آية. أنا كل سنة إن شاء الله منضل وكلنا هيك بكتب القرآن الكريم برمضان، ما بسهر يمكن ما بنام وهيك عربي لا إله إلا الله أبجد هوز بنتشوين، وبكتب الحرف 1 2 3 4 أربع زوايا 3 زوايا آخر صفر 1 و0. الواحد هو الأخلاق والصفر، إذا عندك أخلاق بتزيد بتزيد بثروتك بهيك 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 بهيك. وقلت له لشيخ الأزهر ليش ما بتغيروا القرآن والإنجيل؟ ليش عربي وعدد سنسكريتي؟ أمر مين بده يأمرك؟ لتكن مشيئتك واهتزت الأكوان. اكتب عربي عربي، بيكبر العلم وبتكبر الحكمة، وبعدين ما تتطرف لا بالحكمة ولا بالعلم، فوت على الصراط المستقيم.